بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالحضور الكريم في ورشة عمل من جامعة بكيت، كلية التربية للعلوم الإنسانية قسم الجغرافيا، بعنوان التعديلات المناخية، فيها الأستاذ رافع خضير إبراهيم. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله إلكترونية عن التعديلات المناخية. نبدأ على بركة الله. التعديلات المناخية إن من حالات الغلاف الجوي ما تكون قصيرة الأمد، تحدث خلال فترات وجيزة من الزمن لا تلبث وأن تنتهي، ومنها ما تكون طويلة الأمد مركبة تحدث خلال فترات طويلة من الزمن متكونة من تراكم الحالات قصيرة الأمد أو من معدلاتها الإحصائية. وليس الطقس والمناخ إلا تعبيران يدلان على هذين النوعين من الحالات بشكل محسوس. ويعرف المناخ بأنه حالة نظام الغلاف الجوي في مكان ما خلال فترة طويلة من الزمن تقدر بعدة عقود من السنين ولا تقل عن 5 سنوات، وعادة تحدد بحوالي 30 سنة. وتعد حالات المناخ معدلات لحالات الطقس ومحصلة أو تراكما لها، مع الأخذ بالاعتبار الحالات المتطرفة والشاذة التي قد تتكرر عشوائيا كل بضعة سنين بسبب تغيرات ديناميكية تحدث في الغلاف الجوي. إذن محاور الجلسة، ما المقصود بتعديل المناخي؟ وكيف يمكن تعديل مناخ منطقة معينة؟ وما هي الغاية من تعديل المناخ في منطقة معينة؟ التعديل المناخي ربما يبدو مصطلح غريب على بعض من غير ذوي الاختصاص، وربما يكون مصطلح شائع ومفهوم. إذن هو عملية إجراء بعض التغيرات على الظروف المناخية السائدة في منطقة صغيرة نسبياً، كأن تكون مزرعة أو محمية لا تتجاوز مساحتها مئات الأمتار إلى بضع كيلومترات مربع. كيف يمكن تعديل مناخ منطقة معينة؟ من الممكن تعديل الظروف المناخية في منطقة صغيرة نسبياً، وذلك بخلق ظروف مناخية جديدة أكثر ملائمة من الظروف السائدة فيها، ويتم ذلك من خلال تطبيق الطرق التالية: أولاً مصدات الرياح، ثانياً التحريض الصناعي للأمطار، ثالثاً تقليل كمية المياه المتبخرة، رابعاً منع تشكل الصقيع، خامساً البيوت الدفيئة. وسوف نقوم في هذه المحاضرة بشرح كل فقرة بشكل مفصل والآليات المتبعة من أجل تحقيقها. أولاً مصدات الرياح. تعد محاولة الوقاية من الرياح المؤذية بإقامة حاجز واقي مصد هي أولى المحاولات التي قامت لتعديل ظروف الطقس، وقد أثبتت تلك المحاولات فعاليتها في ضبط الثلج المجرف والتقليل من ضغط الرياح على الأجسام الواقعة على مسافة من أقرب مصد، كما أنها تحد من انجراف التربة وتتناسب فعالية المصد الواقي طردياً مع ارتفاع المصد كما في الشكل رقم 1. إذن الشكل رقم 1 الارتفاع فعالية المصد فعالية التأثير. فإذا كان ارتفاع المصد نرمز له بالرمز حرف H كأن يكون حزام من الأشجار، فإن المسافة التي يظهر خلالها بخفض سرعة الرياح تعادل 40 في H. كأن نأخذ مثال، إذا كان ارتفاع المصد 1 متر، فإن المسافة الأفقية التي تتأثر بهذا المصد هي 40 متر أفقيا، في حين نجد أنه لمسافة تبلغ 5 أضعاف ارتفاع المصد تقريبا تكون 5 في H، أي 40 متر تقريبا أو حسب، تسود تقريبا حالة من الركود الهوائي في هذه المسافة.
مع وجود بعض الحركات الدورانية كما في الشكل رقم 2 المرفق. وبالطبع فإن فعالية الحزام الواقي تكون أكبر فيما إذا كان يشكل زاوية قائمة مع اتجاه الرياح السائدة لهذا، ولهذا السبب يجب أولاً معرفة الاتجاه السائد للرياح في الموقع المراد وقايته قبل أن يتم نصب أو تشكيل المصد. وإذا كان الحزام الواقي يخفض من سرعة جريان الهواء فإنه أيضاً يؤدي إلى زيادة التظليل للمحاصيل القريبة منه، كما أنه يحدث تغير في كمية التهطال، والمراد هنا بالتهطال هو عمليات التساقط للأمطار والثلوج وغيرها، خاصة في حالة الأمطار الآتية من الاتجاه السائد للرياح. الشكل أو الصورة تبين مصدات الرياح لمحميات زراعية كما هي واضحة، والطريقة التي تم إنشاؤها فيها. إذن كما يؤدي المصد إلى تغيرات في كمية المياه المتبخرة من المحاصيل الزراعية والتربة، إلا أنه لا يمكن القول ما إذا كان الحزام بوجه عام سيسبب زيادة أو نقصاً في الكميات المتبخرة، إذ إنه قد يؤدي إلى الزيادة أحياناً وإلى النقصان أحياناً أخرى حسب الظروف العامة السائدة، سواء التي يخلقها وجود المصد أو الموجودة مسبقاً. ويمكن أن تستعمل الأحزمة الواقية لحماية مناطق محددة كالحقول أو البساتين من خطر العواصف الثلجية ومن تراكم الثلج، ولذا يجب الأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات المحتملة التي تهب منها العواصف الثلجية أثناء إقامة المصد، وإلا فإن وجود الأشجار الواقية سيزيد من تراكم الثلوج في أمكنة غير متوقعة في حالة إذا تم نصب المصد أو تشكيل المصد في غير اتجاهه الصحيح، سوف يكون ضرر وليس نفع. ويمكن أن تستعمل الأشجار الواقية لتظليل المحاصيل الزراعية اليانعة وحمايتها من أشعة الشمس الشديدة والمؤذية خلال مراحل معينة من نموها، ومثل هذا التظليل يكون عملياً بالنسبة لمزارع الشاي والقهوة لأنها تحتاج إلى مظلات من الرياح القوية. غير أن بعض التجارب أشارت إلى أنه ليس ضرورياً جداً، غير أن المصدات يمكن أن تستعمل كملاجئ للحيوانات وقت الحرارة الشديدة، ولقد أكدت التجارب التي قامت على محاصيل زراعية عدة أمنت لها الحماية بواسطة مصدات رياح إلى زيادة الإنتاج بنسب لا تقل عن 10% وتصل أحياناً إلى 20% فأكثر. ثانياً، إذا التعديل الثاني هو التحريض الصناعي للأمطار. ليس شرطاً أن يحدث التهطال أي التساقط المطري أو الثلوج في حال وجود غيوم في السماء. كيف؟ ذلك أنه كثيراً ما نرى غيوم في السماء من أنواع مختلفة إلا أنها غير ممطرة، ولذلك فقد قامت محاولات عديدة بغية إسقاط الأمطار من تلك الغيوم، ويتم ذلك بإدخال نويات اصطناعية إلى الغيوم المناسبة مما يساعد على إطلاق الغيوم لمحتواها من الماء. ولقد ذكر العالم ماسون عام 1957 إن العجز في العوامل الملائمة للتهطال في بعض الغيوم يمكن أن تعالج بحقنها بمواد مثل ثاني أكسيد الكربون الصلب أو بأيود الفضة أو بقطرات ماء أو بنويات هيجروسكوبية كبيرة كملح الطعام. فثاني أكسيد الكربون الصلب أو أيود الفضة ينتجان باللورات جليد، حيث يقومان بدور نويات تجمد، بينما تقوم قطرات الماء أو النويات الهيجروسكوبية كما في بودرة الملح الناعم الجاف بعمل نويات تكاثف. ولقد أثبت الغيوم التي تكون درجة حرارتها فوق نقص التجمد. هناك طرق عديدة تعمل لحقن الغيوم بالنويات المختلفة، أو مما يجعل الهواء ساخن على أعلى حالة الجزيئات. ثانيا استعمال قناة حرارية
قوته تصرف الصواريخ بحيث تنفجر القنابل عند قاعدة الغيمة أو بقربها، والسبب الذي دعا إلى اختيار الغيمة كي يتم عندها انفجار القنابل الحرارية الحاملة للنويات هو أن التيارات الصاعدة تكون نشيطة هناك بشكل يسمح لجزيئات الحقن بالدوران ضمن حجيرة الغيمة. ثالثا، يمكن أن يتم حقن مباشرة بواسطة السابقة بشكل واحد، غير أن استعمال الطائرات له ميزة حقنة كون المشروع المشرف على أكد من أن إطلاق الجزيئات تم في المكان الصحيح، وتختلف نتائج التقارير بسبب صعوبة الحكم إذا كانت عملية الحقن قد سببت استهطال أو إذا ما كان الوضع يطلب بشكل طبيعي. ولهذا يجب إخضاع نتائج التجارب للتحليل الإحصائي للحكم على دقة النتائج. فبعض التجارب أثبتت حدوث زيادة في كمية التهطال، أما البعض الآخر لم تظهر تغيرات هامة في التهطال حتى لنجد تجارب أخرى كان مصدرها حدوث تناقص. وبوجه عام فإن نسبة الزيادة في كمية التهطال نتيجة عملية الحقن لا تزيد عن 10% في أحسن الأحوال. ولقد أظهرت التجارب التي تمت في أفريقيا الشرقية إلى أن عملية الحقن أدت إلى تسريع عملية التهطال بحدود 10 دقائق في حال كون الغيوم على وشك التهطال. لعملية التسريع هذه كمية كبرى عندما تكون نتائج من حدوثه فوق الدائرة المزروعة. ثالثا، هو تقليل كمية التبخر. هكتار واحد يعني خسارة مقدار 4 مليون لتر في سنة. ولهذا كان من الضروري تسريع حاجته وتعويمه بطريقة غير ضار موضع منذ قرابة 40 سنة. لأنه في 20 سنة الأخيرة إلى 25 سنة الماضي قام وتبدو في تجاوز تكسر الكيس وبسبب كل كب هو من غير ما ولقد تجارب في
التوفير بعشر سابق، هذا رافع بلا زحمة وهكذا رافع يمكن الشير. نعم رافع يعني استاذ راح الشير اختفى الشير اعتقد بصل راح استاذ راح راح الحضور استاذ راح اسمك من الحضور اعتقد خرجت يعني ما اعرف صار عندك اشكال الاتصال عفوا سمعت استاذ صار عندك اي صار عندك يعني اشكال لانه اختفيت من قائمه الحضور يا ريت تطلع وترجع من جديد أرجو المعذرة. نعم أستاذ معاذ أسمعك. كمل كمل تمام كمل. أرجو المعذرة عن الانقطاع في خدمة الإنترنت. الوقاية من الصقيع هي من العمليات التعديلية التي يمكن إجراها على المناخ، هناك نموذجين من الصقيع، الصقيع الإشعاعي، الصقيع الانتقالي. ويحدث الصقيع الإشعاعي أو ما يعرف بالصقيع الأبيض في حال كون السماء صافية والجو جاف، حيث تفقد الأرض والهواء الإشعاع إلى الفضاء أثناء أما النموذج الثاني الانتقالي والذي يعرف أيضا بالصقيع فيحدث في حال انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد نتيجة إلى مرور كتلة هوائية باردة فوق منطقة ما، ويحدث الصقيع الانتقالي على مقياس المناخ العام، ولذلك فإن جهود الإنسان لمنعه لم يكتب لها النجاح، أما في حال الصقيع الإشعاعي متعددة للوقاية منه ومن هذا الطرق. أولاً، بما أن الشرط الرئيسي مثل هذا الصقيع هو وجود سماء صافية من الغيوم فقد كبير للحرارة بالإشعاع الأرضي، لذا فإن الغيوم الاصطناعية يمكنها أن تشكل ستارا يغطي المنطقة بوقايتها مما يحد من الفاقد الحراري ويمنع من حدوث تشطيب خام رخيص، وذلك بعرقه دور دخانية حيث تغطى المنطقة موضع الحرق المستمر بغيمة دخانية سوداء رمادية. يعني ما دام 30 متر تقريبا في الجو تكون أكبر، حيث يشير هذا الوضع إلى تطبيق ثابت للجو الهواء الأبرد أسفل هو أكثر حرارة في الأعلى، لذلك عملية مزج انعطاف الهواء الحار العلوي ضخمة تقوم بقائم للهواء العلوي مع الهواء الأبرد السفلي، حيث يمكن ذلك الطبقات السفلى ويمنع تشكل الصقيع، حيث أن الهواء السطحي وبات يفقد الحرارة عن طريق الإشعاع، لذلك فإنه من الممكن استخلاص الحرارة من مصادر أخرى وتزويد الهواء السطحي هذا بها مما يمنع حدوث الصقيع، وحتى الطرق المجاة بقطرات ماء دقيقة، وبما أن سطح النباتات يكون أقل حرارة بسبب الفقد من الماء من أثناء تكاثفها،
وعندما تتجمد تلك القطرات فإن الحرارة المنطلقة تزداد ويجد الانتباه إلى المواد يشكل الجليد ويكسر بحيث يمكن ما يسبب تجمد النباتات أو تخريبه بشكل كامل. وهناك طريقة أخرى وذلك باستخدام القدور الدخانية التي تقوم بنشر الحرارة بسبب ممكن استخدام بعض مصدر الرياح أن تزيد فعاليتها في قبة طويل الموضوع بذلك درجة المقدار 1.6 إلى 3.6 لم يكن من النار فإن تلك القبعة تسمح للإشعاع مسببة ارتفاع درجة الحرارة تحتها ونتيجة لدرجة حرارة القبعة أثناء الليل البارد والنهار الحار فيجب أن يكون النبات متماسكا بشكل مباشر مع تلك القبعة. وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ معن نفتح المجال للأسئلة. مشكورين أستاذ بارك الله فيك. شكرا على هذه المحاضرة القيمة. أسمعك أستاذ. أستاذ الحضور. يعني؟ نعم أستاذ أسمعك واضح. أستاذ الحضور افتحوا المايكات من أنميوت على المايك اضغطوا اللي عنده سؤال استفسار واللي عنده رجاء اللي ما سجل حضور بالشات يكتب لنا اسمه الكامل وإيميله وجهة الانتساب جزاكم الله خير. أستاذ رافع يسمعك استاذ يسمعك. بالنسبة للحضور شلون نسجل يعني اسم اللي نازل بيه يعني رمز مو اسم كامل بالنسبة للحضور حضور استاذ عتشات عتشات استاذ عتشات ايه دكتور اكو رمز مع الرسالة تضغط عليه يطلع لك محادثة عتشات تكتب اسمك هو جهة الانتساب والإيميل. بارك الله بكم أنا ما عندي استفسار هي ندوة قيمة بارك الله بالدرس المساعد استاذ رائع حياك. بعد استاذ الحضور أي استفسار هذا الحضور رجاء نشيلوا الكتم عن المايكات واللي عند حضر استفسار أو مداخلة أو سؤال للسيد المحاور يقدر يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام أهلا وسهلا. نشكر دكتور رافع ودكتور طالب على هذا التقديم الرائع. دكتور رافع عندي سؤال لو سمحت. يعني النباتات اللي مثلا السرالية يعني تأتينا نباتات عن طريق جماعة المشاتل نعم ونزرعها احنا بمناطقنا تدري أنت أجواء أستراليا تختلف عن أجواء العراق هل بالإمكان هذه النباتات تغير صفاتها ومقاومتها للأجواء أجواءنا القاسية والتماشى معها لو تبقى على صفاتها القديمة اللي بأستراليا وما ممكن أنه تنجح عندنا بمناطقنا
أكثر يعني السؤال حدد أكثر منه كصفات وراثية. لكن إحنا بالإمكان إن نأخذ الصفات المناسبة لجعل المحيط بها أو المزروعة فيه يتلائم مع الحرارة. هي مناخ استراليا أبرد من مناخ العراق، بإمكان أنه الظل أو يعني الجانب الظلي. أما من حيث الرياح فلدينا موضوع المصدات بإمكان، لأن هذه الأشجار لو تكون يعني أشجار تزرع في الحدائق فتكون من الممكن نوعا ما التكييف المناخ فيها، لكن تحتاج إلى عين. يعني دكتور هي ما ممكن تتأقلم على أجواء مغايرة للأجواء الأساسية. عديلة الوراثية ممكن أن تتأقلم. جزاك الله خير والله يبارك فيك دكتور رحم والديك على هذا الطرح الرائع والجميل. يبارك. بعد الأساتذة الكرام أحد عنده استفسار سؤال؟ أرسلتم الكرام أحد عنده سؤال؟ أرسلتم الكرام أحد عنده سؤال أو مداخلة؟ لا يوجد. إذن مشكور أستاذ رافع على هذه الجهود، جزاك الله خير. نختم إن شاء الله المحاضرة. تنويه السادة الحضور، سيتم إن شاء الله هذه المشاركة لكم، سيتم نشر المحاضرة على صفحة مكتب جامعة تكريت على موقع اليوتيوب. ونشكركم لحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. وصلك شيء باسم المدرس المساعد إبراهيم فهان حسن؟ أهلا وسهلا. وصلك شيء عشير؟ أنا ما عندي استفسار بقدر الاسم نزيد حضور. شكرا. شلون أستاذ؟ ما عندي استفسار، بس حبيت أشكر حضورك وأشكر تامية أستاذ أثير. تمام إبراهيم فرحان حسن موجود استفسار. ماشي يعني شكرا ممنونين بارك الله بكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا لحضوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.